أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود طقس صافي مستقر 8 درجات مئوية، الملموسة 5، رطوبة منخفضة، والرياح تكون شرقية جنوبية شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية إربد 11 إلى 4، عجلون 9 إلى 4، شرش 10 إلى 4، والمفرق 10 إلى 2. المنطقة الوسطى العاصمة عمان 8 إلى 2، الزرقاء 10 إلى 2، البلقاء 10 إلى 4، مأدبة 9 إلى 2، والبحر الميت 19 إلى 9 درجات مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية، الكرك 10 إلى 2، الطفيل 11 إلى 5، الشوبك 9 إلى 3، معان 11 إلى 2، والعقبة 23 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 12 إلى 1، الصفاوي 12 إلى درجة تحت الصفر، والويشة 12 إلى 0 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.